السلام عليكم. اليوم شي وقت نرجع الفسيه ان شاء الله، غادي تقدم لكم شي مسائل اللي خاصه بالمطبخ المغربي. يعني كنوع لكم، القناه ديالي كتنوع كل شيء يعني باش تستفدوا من اي حاجه. بالنسبه للناس المحبين ديال التومه واللي كيكونوا عندهم الكثره كيجيبوها، اليوم جبت لكم انني انا كيف كندير لها بعض المرات ملي كتكون عندي بزاف. هذه عندي هنا التومه ديك الكبيره البلديه، وعندي هنايا الصغيره. هاد الثومه هادي ان شاء الله، هادي وحده غادي نرقدها بالزيت وحده غادي نطحنها قدامكم. اللي غادي نحتاجو لها، عندي هنا الزيت وعندي الملحه وعندي هاد جوج قريعات اللي وحده غادي نشد عليها باش كتبقى محافظه على اللون ديالها وعلى كذا اللي كتبقى تما محافظه. وكذلك عندي وحده اللي غادي نطحنها وغادي نديرها تما بالزيت. الناس اللي كيبغيو الزيت البلديه يقدروا يديروا الزيت البلديه مع زيت الرومي مع الثومه، واللي كيفضلوا يديروا الروميه يديروها باش ما تجيوش مجحده، واللي بغى يدير النص هكذا والنص هكذا يقدر. وعندي الملحه، وانا الزيت دايره غير الروميه هذه. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. دابا غادي ناخذ هذه الثومه هذه اللي هي كبيره، نوري لكم كيفاش داير الشكل ديالها. كتكون اما حمراء اما كتكون بيضاء. هذه عندي الحمراء، ها انتم كيف تشوفوا. كاينه اللي كتكون مكوره وهي ثومه كتكون في سليلات، ولا كاينه اللي كتكون مجموعه بحال الكويره وهي في البيض. دابا هذه في الحمر. يمكن لكم ديروا اي ثومه، ما توقفوش على الوصفه لانكم هادو خلاص قراعيت يكونوا معقمين. غادي نقبض هاد الثومه هذه، غادي نضيفها هنايا نشوف شحال دخل ليا، واللي شاط ليا غادي نزيدو مع الثومات الاخرى وغادي نطحنو. الا دخلت كلها صافي نهز الاكبر للوعله. تنظن انها عمرات لي القريعه. وهذه هاد الثومه هذه اللي انا كنحضر كتجي سهله بالنسبه لكنتي احتاجيتيها انك تخدمي دغيا شغالك بالزربه، كتجبديها كتكون في الثلاجه وكتحتفظي بيها. دابا غادي نقبض، غادي نضيف لها الزيت وغادي نضيف لها واحد شي شويه ديال الملحه. صافي، وغادي نجيب نحركها واحد شويه هكذا، واخا تبقى الملحه من الفوق لانها غادي تهبط بشويه عليها. صافي، بالنسبه هذه هي الخطوه الاولى ديال الثومه. هذه غادي نديروا لها الفلتاج ديالها، ولا قرعه عاديه ماشي ضروري الفلتاج. انا بغيت نديرها هنايا وغادي نخليها في الثلاجه فوق، ما بغي احتاجيت انني نصب ولا ندير شي حاجه مشرمله اللي داخله فيها الثومه كنخدمها وكتبقى لي طريه هكذا ومحافظه عليها الزيت. بالنسبه لهذا الثومه اللي غادي نطحنها، غادي ناخذ واحد طحانه اللي غادي نضيف فيها الثومه، غادي نطحن شوي نص بنص باش ما تجينيش. غادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، واحد سمحوا لي، واحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف لها كذلك واحد شويه هي الملحه. ما خلا تخافوش عليها، الا كانت عندكم هالملحه عندكم في الثومه ما ديروا الملحه في النصيب ولا في شي حاجه، حتى تكونوا تاكدوا من المذاق ديالها عاد تزيدوا الملحه. انا غادي نطحنها ونرجع لكم. رجعت باش نقول لكم الا تعكسات لكم في الطحين انكم نتوما كتزيدوا في الزيت وهي كتسهل في الطحين. صافي، هانتوما كتشوفوا ان الثومه كنحصلوا عليها كترجع بحال الكريمه. دابا غادي نقبض هذيك القاعه اللي انا غادي ندير فيها الثومه اللي مطحونه. نغسل يدي اي قرعه عندكم، هاد الثانيه بغيتو تحطوها في الثلاجه حطوها، بغيتو تحتفظوا بها في المجمد الا كان عندكم ثومه بزاف وخصوها تفسد لكم. اللي عندها القياس قليل تقدر دير هكا، تقدر فاش تبغي تصوب غادي دير غير واحد الراس المعلقه ديال الثومه.
راه كتكون مطحونه يعني بحال اللي راها دارت وحده كميه كبيره. بالنسبه اللي ما عندهاش هذا الثومه بزاف غادي تقبضها وديرها في داك القريعات اما بلاستيك اما في الجاج وغادي ديرهم في المجمد وغادي تبقى محتفظه لها دور العام كامل. دابا غادي نضيف الثومه الثانيه وكذلك غادي نضيف الزيت وغادي نطحنها ونتلاقى بكم. دابا هنايا من بعد ما طحنتها قبل ديك النص اللي كان عندي هنا خلطته مع الثانيه وخلطت كامل كلشي باش يجيوني كلشي بحال بحال. دابا غادي نخويها كامله هنايا صافي. هذه غادي نحتاجها انا بلاتي شي شويه واخا بقى ليا غادي نحتاجها للنصيب والشلاضات صافي. هنايا من بعد ما تحكمت فيها هكذا ولات كريمه غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي نخوي لها من فوق منها من الفم ديالها باش ما دير لنا الصوفه. صافي دابا ما بقات عندها حتى شي حاجه. دابا غنقطعها غادي نشد عليها مزيان اما كي قلت لكم كانت قرعه عندكم صغيره هكذا غادي ديروها في الثلاجه كانت عندكم بزايد ديروهم قريعات هكذا وديروهم في المجمد وغادي تبقى لكم محافظه فوق ما كنتو توقفتو لان بعض المرات حتى الثومه كتغلى تكونوا عندكم موفره عندكم في الدار وتكون عندكم محتاجينها. وواحد الحاجه ان ملي كنطحنوها هكذا وكان بالزيت ما والملحه ما كت لان هذه راه طحنتها مسوسه هذه راه طحنتها مسوسه غادي نديرها في المجمد كي قلت لكم وما غاديش بغيت ديروا لها الملحه ديروا لها ما بغيتوش ديروا لها كيكشي عادي. دابا هذه ملي كتجبدوها من المجمد ما كتكونش قاصحه كتجبدوها كتكون قابطه راسها غير شي شويه وكتهزوها بحال لاكريم بحال اللي كتهزوها بحال اللي كتقولوا كتهزوا شي لي كلاص ولا شي ايس ما كتكونش قاصحه. هاني قلت لكم اللي بغى يدير لها الملح يديرها واللي ما بغاش يدير لها الملح على حسب الناس اللي ما كيبغوش الملح حتى يمكن لهم. صافي دابا ان شاء الله غادي نهبطها لكم باش تشوفوهم كي دايره الصوره ديالهم بعد ما كملتهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الثومه ديالنا اللي رقدنا ها انتم كيف كتشوفوا كتجي عامره مغرقينها بالزيت والثانيه كذلك كتجي كريمه بيضاء. واني قلت لكم تدار في المجمد او في الثلاجه العاديه. لهذا كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه معنا للفاسيه ما غادي تعلموا الكثير منها لان مسائل بلديه كنحتاجوها دائما في سير الايام. وكنقول لكم بانكم خصكم تدعموني كثير 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 لانني كنعطي الاسرار ديالي وتفرط بارطاجيو هذه الفيديوهات. ونقول لكم شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.